جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، هل يجب عليها أن تكشف وجهها بعد الإحرام في جميع المناسك أم عند الطواف والسعي فقط؟ ويمكن عندما تكون المرأة ذاهبة للحج تجد اختلاطا مع الأجانب في المواصلات وهي معها محرمها، هل تبقى كاشفة للوجه أم كيف توجهونها؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند الرجال غير المحارم، سواء كانت محرمة أو غير محرمة، ولم يطلب منها شرعا أن تكشف وجهها وهي محرمة، وإنما طلب منها أن تنزع البرقع والنقاب عن الوجه، وأن تنزع القفازين عن اليدين، وتغطي وجهها بالخمار، وتغطي كفيها بالثياب، لأن الوجه والكفين عورة، وتغطيهما عن الرجال بثيابها وبخمارها. وإنما نهيت عن لباس مخصوص هو النقاب والبرقع على الوجه أو القفازان على اليدين، ولم تنهى عن الغطاء. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. وهذا نص واضح في المسألة، وأنه ليس مطلوبا من المرأة المحرمة أن تكشف وجهها عند الرجال، وإنما مطلوب منها تجنب البرقع والنقاب وتجنب القفازين على اليدين. وأما وجوب الغطاء فإنه باق على أصله. نعم. إذن المقصود القفازين والبرقع في حد ذاتهما للحجاب شيخ صالح. للحجاب.